ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو هو قبل ما نبدا الفيديو الجديد في قناه عملتها جديده اسمها اي بي تراك. اي بي تراك دي انزل على الاغاني انا بغنيها بصوتي اي اغنيه متغنيه لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب مايك ساعتها. لما نجيب مايك هنبدا نسجل اغاني كتير من ميوزك فيديو على اي بي فيديو، والتراك يعني يعني صوت كل بس حاجه هناك تمام على اي بي تراك، اشتركوا فيه. فان شاء الله القناه تبقى تحت في الديسكربشن. ويلا النهارده ندخل في الموضوع. موضوعنا النهارده هنتكلم عن محمد خالد واحمد حسن والديستراك. النهارده موضوع يعني غريب شويه، وناس كتير قوي طلعت يعني اتكلمت عنه وبيقولوا ليه بيحصل كده وليه الصراع بين الناس اللي هم بيقدموا المحتوى، وحصل حوارات كده كتير قوي في حوار الدرع وكده. ومحمد خالد ونادر احمد طلع قالوا اللي هو باين بيستخدم اسمهم في التاجز عشان البحث بتاع ليهم يعني كتير وكده، فهو استخدم اسمهم في التاجز وعاملين حوار وكده. فمحمد خالد قرر اللي هو يعمل ديستراك. طبعا في ناس تقول يعني ايه ديستراك اصلا؟ ديستراك ده يعني بيجيبه يقعد مثلا يشتمه او يهينه في الاغنيه، فده يعني النوع ده من الاغاني، يعني هو ده اللي اسمه الديستراك. يعني حتى الفرق بين اليوتيوب في مصر واليوتيوب في السعوديه او اليوتيوب بره عامه، تحس اليوتيوب في مصر كان في خناقات وكله داخل في بعض وكده. لا هو في ناس بتقول لي وفي ناس جوه مصر بتعرف تعمل محتوى بس ايه؟ معاش الامكانيات ومظلومه. لا يعني ممكن معاش الامكانيات بس مظلومه، يعني ممكن بيكون بتطلع حاجه حلوه بامكانيه قليله، لكن يعني ممكن بتسعد كمان الناس وكده، لكن مفيش مثلا مفيش اشتراكات عندهم كتير او في يعني. وحتى فكره الديستراك دي بتخدم الاجانب صح؟ يعني تقالي اول ناس عملتها اصلا كانوا اجانب يعني، بس انا مش واثق صراحه من الكلام ده اللي هو اول ناس عملتها الاجانب، عشان مش متابع حوار الديستراك جامد. بس عامه يعني حتى في عندنا في مصر ثلاثه ترند ولا رابع ترند بين ديستراك، مع ديستراك معمول على واحد اجنبي يعني معرفش ايه مين ولا مين، هو طلع ترند عامه. عامه هو الديستراك ده عشان ايه؟ ناس مصريين بيعملوه أنا عشان يعني عشان ايه؟ يجيب يلموا بين مشتركين. يعني ما شفتش غير يعني هو حوار لما مشتركين، يعني ما شفتش انا خليجيين يوتيوبر خليجيين او سعوديين بيعملوا ديستراك على بعض. ممكن ما شفتش غير سعودي وبورتز عملوا على هما الاثنين اخوات، يعني هما الاثنين اخوات، فده عمل عبد العزيز وده عمل عبد الله، فهي حاجه كده يعني هزار اللي هو كان هزار، لكن مش اللي هو ايه بجد بقى والنهايه. وحتى نادر احمد قاعد بيقول انا يعني لقيته منزل كده من فتره بوست على الفيسبوك بيقول ان انا ايه خلاص بقى انا سايبكوا ايه واحده واحده، سايب الناس بقى تطلع اليوتيوبر بقى الصغيرين يطلعوا، بس انا كده كده جاي بتقيل وهكتسحهم وهم يعتبروا ولا حاجه وبيبوظوا اليوتيوب حاجه، يعني في مضمون الكلام بتاعه كده. فانا يعني رساله النادر احمد اللي انت في ناس احسن منك، في ناس احسن منك يا نادر، اي حد في ناس احسن منك، ومش يعني في ناس احسن منك، ولما تطلع على الساحه ساعتها انت هتعرف هتقول يعني انت ممكن تيجي انت شخصيا تكلمهم تقول انت ازاي عملت كذا ولا ازاي بتعمل كذا، طب ازاي نجحت على طول كده. هو عشان نادر احمد عمل القناه ونجح في وقت قليل، حتى استضافوه كمان على القناه على التلفزيون، مش فاكر كان اسم القناه ايه، بس المهم اللي هم استضافوه قعدوا يقولوا له ازاي بقى وازاي طلعت كده بنجاح عالي. ولكن بس بعد كل ده برضه فيديوهات احمد حسن مستفزه الصراحه. ايوه يعني بصراحه فيديوهات احمد حسن مستفزه، لكن مش لدرجه الديستراك. يعني انت لو عملت ميوزك فيديو، لا على فكره ممكن لدرجه الديستراك، لا بس لو هو برضه عمل ميوزك فيديو. احمد حسن على فكره عمل تراك ديس تراك برضه، حاسس لو عمل ديس تراك يعني بيقول لك ايه الاغنيه اسمها بابا حضر، لا يعمل خالص ناقصه يعني. ما والله ما بقول زي ما بقول لك كده فاكس، حتى الاغنيه بتاعت محمد خالد اسمها وكانت ناسي كمان، يعني هو قايل لا يقول لك بس محمد خالد لو كان عمل الاغنيه لوحده يعني محمد خالد يعني داخل على مليون مشترك طبعا بالديس تراك اللي هينزله يوم الجمعه، هيجيب مليون اكيد، هيجيب طبعا مليون اللي هو يوم الجمعه اللي هو بكره، احنا دلوقتي يوم الخميس بنصوره على الاساس، وهيكون عندكم النهارده بالليل. بس كده احنا كنا حابين نوصل رساله لاحمد حسن والخال محمد خالد ونادر احمد، مش عايزين نتخانق، كل واحد نسيبه في محتواه. بصراحه احمد حسن مش تمام او مش حلو في فيديوهاته ويخنق، عارفين اللي فيه يوتيوبر كتير قوي اصلا الساحه يستحق الديستراك. بصراحه احمد حسن يستحق الديستراك، وانا عارف ان الديستراك هيمحيه من على وش الارض، هيخليه ما بس هو احسن يعني. هو ليه بيعمل محتوى كده احمد حسن؟ ليه المحتوى اللي هو بينزله ده؟ يعني هو ليه كده؟ انا عارف اللي فيه ناس عندي في القناه بيحبوه وعاملين اشتراك، انا
مش عامل له اشتراك ولا شفته بشوف له ولا اي ولا فيديو ولا كنت عامل له اعرفه فولو على لولا، بس الانستا، انا اللي هو حتى ايه ما كنتش اعرفه لولا بس اللي هو طلع ترند وطلع في المحتويات الرائجة والكلام ده، يعني اللي محتوى الشياع والكلام ده، انا عرفته من كده. لقيت له فيديو اللي هو انا عرفته من درع المليون، اللي هو فيديو درع الذهبي ده، الدرع الفضي مش فاكر. ايوه درع الذهبي، الذهبي بتاع هو انا عرفته من الفيديو ده اساسا. انا شفت له الفيديو ده بس ما شفتوش اي فيديو تاني. شفت له بقى الفيديوهات التانية بعد ايه، بعد ما عرفت بقى من الحوار التاني. هو بصراحة احمد يستحق، حسن يستحق الديستراك، وانا عارف ان الديستراك هيمحيه من على وش القلب، هيخليه ما يبقى.